شفنا يوم الخميس اجتماع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي. الاجتماع دوت خرج بمسألة مهمة جدا، وهي تثبيت سعر الفايدة. دي لتالت مرة على التوالي بيتم تثبيت سعر الفايدة في اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي. الاجتماع اللي جاي هيكون في شهر فبراير، يعني الاجتماع اللي فات ده آخر واحد في سنة 2023، وبيرسم السياسة النقدية لحد شهر فبراير. مش هيكون في رفع للفايدة لحد شهر 2. شهر 2 بقى نشوف ايه الموضوع، نقعد تاني لجنة السياسة النقدية، تقعد تاني تجتمع وتشوف ايه الأدوات اللي لازم تنفذها عشان تحقق المستهدفات. ايه المستهدفات؟ خفض نسب التضخم، حاجات ليها علاقة يعني بال 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 بالظروف المعيشية للناس، تسهيل الظروف المعيشية للناس، عوامل كتير بتراجعها لجنة السياسة النقدية او اهداف بشكل عام. طيب زي ما قلنا خرج اجتماع لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفايدة، ودي كانت مسألة مهمة جدا. طيب في بعض الناس بتقرأ او بتقول انه تثبيت سعر الفايدة لثلاث مرات على التوالي ده له علاقة بخطة تانية ماشية فيها الحكومة، او خلينا نقول بمراجعة تانية بتعملها الحكومة مع صندوق النقد الدولي لرفع مساهمة الصندوق او توسيع برنامج الصندوق مع مصر من 3 مليار ل 6 مليار. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هل احنا فعلا بنزود او بنوسع البرنامج؟ توسيع البرنامج يترافق مع اي اجراءات تاخدها الحكومة على مستوى الشارع، على مستوى الرقابة على السلع، على مستوى توفير السلع للناس، على مستوى ضبط الاسعار، على مستوى القضاء على حتى السوق السوداء؟ كل دي تساؤلات بنقلها لضيفي اللي بينضم ليا دلوقتي على التليفون، دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي. مساء الخير دكتور مدحت، واهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور استاذ هبه، اهلا بحضرتك والمشاهدين الكرام. الاول خلينا نفهم كده ملامح السياسه النقديه اللي ماشيه دلوقتي او اللي بيتخذها البنك المركزي دلوقتي. يعني اكيد انه ما كانش مفاجئ مساله تثبيت سعر الفايده، وناس كتير كانت متوقعه دوت، وهو مرتبط كمان بفكره تراجع مستوى التضخم، لكن اي اجراءات يجب ان تترافق مع تثبيت سعر الفايده؟ هو خليني اقول لحضرتك ان يعني بعيدا عن لعبه التوقعات سواء بالتثبيت او الزياده، هناك ضرورات. الضروره كانت تحتم حتى وفقا لمراقبين من الصندوق النقد الدولي ووفقا لتصريحات الصندوق الاخيره تتوقع الاستمرار في التشديد النقدي اللي حضرتك اشرتي ليه. عشان نوضح للناس يعني ايه تشديد نقدي. تشديد نقدي يعني انا بتابع سياسه بعلي فيها سعر الفايده عشان امتص فائض السيول، باختصار شديد كده عشان نتخيلها حتى بوصف مخل، ان الناس لما تلاقي سعر الفايده عالي في البنوك فتحط فلوسها بدل ما هي تحت البلاطه تحطها في البنك عشان تستفيد من سعر الفايده المرتفع. ده اسمه التشديد النقدي او شكل من اشكاله. من اشكال التشديد النقدي ايضا او من صوره ان انا اقلل طباعه البنكنوت عشان اقلل معروض من السيول. يعني اتجه الى سياسه احاول اكبح بها التضخم. طب انا لماذا اريد ان اكبح التضخم؟ انا عندي سياسه نقديه بتستهدف التضخم. بتقول انا التضخم المستهدف بتاعي 7% بلس اور ماينس 2، يعني بين 9 وبين 5%. لما التضخم السنوي وصل لمستوياته قرب ال 40، هو نزل دلوقتي. بس نزل متاثرا باثر الاساس، ودي حاجه ممكن نشرحها لو في وقت. لكن المهم ان هو نزل شويه، والمهم ان هو حتى بعد ما نزل ما زال بعيدا جدا عن المستهدف بتاعنا. يبقى انا الحل الوحيد عشان اسيطر اكثر على التضخم البعيد قوي اعمل ايه؟ افضل اتشدد نقديا، ارفع في اسعار الفايده، واحاول ان الحكومه كمان او لازم انسق ان الحكومه تسير وفقا لسياسه تشديد مالي. التشديد المالي بقى يعني اني برضه ما نزلش فلوس كتير في السوق، يعني الحكومه نفسها بتتقشف. طيب ده من ناحيه. من ناحيه اخرى من راى ان، وطبعا هي الـ يعني سياسه التثبيت اللي تبع، او يعني قرار التثبيت اللي تبعه البنك المركزي هو ثبت خمس مرات ورفع مرتين بس خلال السنه. رفعهم ب 300 نقطه اساسي عن 3%، ثلاث نقاط مئويه. السنه اللي فاتت اللي التضخم فيها كان اقل رفع 8 نقاط مئويه، 100 نقطه في اربع اجتماعات رفعت. طيب لماذا هو النهارده مثبت؟ في الكلام المعلن، يعني ما اعلنه البنك المركزي، انه هو الان يعني مطمئن ان التضخم بدا يتراجع نسبيا. من ناحيه اخرى الان من ان معدل النمو، نمو الناتج المحلي الاجمالي الفصلي او خلال اخر ربع رصده اقل من الربع السابق عليه، او الربع يعني اللي شبهه السنه اللي فاتت. برضه هنا هو متاثر بتاثر الاساسي، ان الربع اللي قبله كان فوق ال 6% ده كان استثنائي جدا، بنسميه في الاقتصاد اوت لاير. كان استثنائي ليه؟ لانه جاي بعد مواد، جاي بعد موت، فما اقدرش اقيس عليه. ومع هذا
احنا بنقدم طبعا الرؤيه اللي طرحها البنك المركزي، لكن انا اعتقد ان السبب الحقيقي لعدم التغيير هو انه مش عايز يعلي سعر الفائده دون السيطره على اهم رافد من روافد التضخم وهو السلح الدولاري. السلح الدولاري بيتسرب الى الاسعار بشكل مباشر نتيجه ان احنا بنحتاج الدولار عشان نستورد، عشان نستورد مواد خام، عشان نستورد ماكينات، عشان نستورد سلع نهائيه، وبالتالي ده بيمر كل ما كان الدولار اغلى ده يمرر الى معدلات تضخم. فاذا هو بيدور على حصيله دولاريه يعمل بيها نوع من انواع المرونه في سعر الصرف تساعد على جذب مزيد من رؤوس الاموال والتدفقات اللي قلت في الفتره الاخيره ومنها تحويلات العاملين اللي طيب طبعا فضلت تخرج. هل دكتور مدحت ده معناه انه اول ما يعني يتم تكوين او تجميع السيوله الدولاريه او الحصيله الدولاريه اللازمه والمناسبه هيكون في سياسه نقديه مختلفه غير التثبيت وليكن الرفع مثلا؟ طبعا لازم هيتشدد لحد ما يحتوي التضخم، يعني يتشدد مثلا هيرفع مثلا زي ما البنك المركزي التركي ما بيعمل دلوقتي، البنك المركزي التركي طلع لحد 42.5%، بس احنا ان شاء الله ما نوصلش لكده، هو هيفضل يطلع لحد ما يحقق سعر فايده موجبه، هو بيقول طبعا انا مش في دماغي سعر الفايده يعني عشان تبقى موجبه يعني ايه؟ يعني لما اطرح التضخم من سعر الفايده يبقى عندي فايده حقيقيه موجبه. طب ده يحصل ازاي؟ لو انا ببص على الـ على الـ على معدلات التضخم النهارده يبقى انا لازم على الاقل يبقى عندي 36% مثلا سعر الفايده. لكن هو بيقول لا انا ما ببصش على النهارده، ببص على السنه الجايه. لما هو يقول انا ببص على السنه الجايه ومتوقع ان الفايده بتاعتي حقيقيه يبقى هو متوقع ان التضخم خلال هذا العام ينزل لما دون ال 20% اللي هو رابط عندها الفايده النهارده اللي هي بنت 19.25%. فهذا توقع انا اقراه من تصور البنك المركزي، انا اتمنى انه ينزل اقل بكثير من 20% واتمنى ان ده يصاحبه سياسه وحزمه من الاصلاحات الاقتصاد الحقيقي مش بس النقدي. طيب هسأل حضرتك على موضوع الإصلاحات ده لأنه مهم، لكن برضو في نقطة عايزة أطرقها معاك. هل النهاردة تثبيت سعر الفايدة للمرة الثالثة على التوالي بخلاف الأسباب اللي حضرتك ذكرتها ممكن يدينا مؤشر ما عن طبيعة المفاوضات أو طبيعة المحادثات خلينا نقول اللي قد تكون جارية بين الحكومة وبين صندوق النقد الدولي؟ الصندوق فيما أبداه هو منتظر تشديد، يعني ده اللي قاله، فطالما أن أنا لسه ما شددتش ده معنى وانا ما خالفتش توقع، ممكن يكون ما خالفتش توقعات الصندوق، لان الصندوق زي ما قلت لحضرتك ممكن يكون فاهم فكره الترقب اللي بنتكلم عنها، فكره التدفقات، ممكن يكون توصل الى صيغه مع المفاوضين المصريين على ان التدفقات ستاتي او دفعه قادمه ستاتي، وفي ظل هذه الدفعه يتم التحريك النسبي في الجنيه مع تحريك اسعار الفائده ارتفاعا. يعني طبعا ما عنديش تصور على الكواليس، لكن انا بقول يعني بحاول اجتهد يعني. يعني قصدي علميا يعني ممكن ده يكون معناه ايه بالنسبه للمفاوضات بشكل علمي اقتصادي؟ بشكل علمي ما هو زي ما قلت لحضرتك المفاوضات ممكن تاخد اكثر من مسار، لذلك كل اللي بنقول ده علمي، يعني كلها بس كله رغم بالغيب لانه مش مبني على حقيقه، لكن كل اللي اقدر اقوله ان طالما التصريحات بدت ان في توافق في تفاهم وفي حتى تفاهم على رفع قيمه القرض من 3 الى 6 مليار دولار على الاقل، فده معناه ان انت لما خدت السياسه دي ما خدتهاش بشكل استفزازي، يعني او لما خدت القرار ده ما خدتوش بشكل استفزازي وانما في اطار التنسيق كما يبدو. انا بسال حضرتك عن النقطه دي لانه التقارير النهارده وتحديدا بلومبرج الاقتصاديه بتتكلم عن انه شبه يعني شبه اتفاق بين الحكومه والصندوق على توسيع البرنامج من 3 مليار ل 6 مليار، طبعا ما فيش حاجه مؤكده، ما فيش حاجه رسميه، لكن تقارير اعلاميه بتتكلم عن ده، واحنا حصلنا على يعني جزء بسيط او حصه بسيطه جدا من التمويل هي 347 مليون دولار اتصور. مظبوط مظبوط، ما ده كان بس ده كان جزء من الاتفاق السابق اللي هو 3 مليار فقط. لكن طبعا لو اتسع ان شاء الله نتوقع ان يعني لو اتسع الحجم تمويل في نفس الفتره الزمنيه فممكن هذه التدفقات تبقى متضاعفه. احنا فاتنا طبعا دفعتين نتيجه تاخير المراجعتين، مراجعه مارس ومراجعه سبتمبر الماضي، لكن في تصريحات رسميه كمان مش بس اعلاميه من الصندوق ان هذه المراجعات ستتم وانها يعني ستسير في المسار الحقيقي مع تفضيل المسار الذي ارتآه يعني صانع القرار المصري وهو مسار كبح والسيطره على التضخم اولا. فطبعا ما دام احنا اتفقنا كلنا على ان احنا التضخم هو اول حاجه لازم نحاربها يبقى التشديد لا غنى عنه. تاخر قليلا بقى يتعمل له اجتماع استثنائي قبل فبراير اللي حضرتك قلتيه، يتعمل ننتظر لحد فبراير. دي امور اعتقد انها مرتبطه بحجم التدفقات من النقد الاجنبي ومرتبطه ايضا ب
برنامج تخرج الدولة، لأنه ده برضو مصدر مهم للتدفقات، مصدر مهم وفعلا وفر لنا 5.6 مليار في الفترة اللي فاتت. طيب عايز أرجع حضرتك تاني للنقطة اللي اتكلمت فيها أو عدينا عليها كده بشكل سريع، وهي الإصلاحات الاقتصادية بشكل عام المطلوبة. يعني النهاردة السيطرة على التضخم هو أحد المستهدفات، لكن ما نقدرش ننسى مثلا القضاء على السوق الموازية للصرف، ما نقدرش ننسى تحسين الأوضاع بقى المعيشية بشكل عام اللي هي مرتبطة بأسعار السلع، بتوافر السلع، كل دي حاجات ليها علاقة بالسياسة النقدية بشكل أو بآخر. إيه الإصلاحات العاجلة والضرورية اللي لازم النهاردة نكون كحكومة مصرية بصددها أو بنتكلم فيها وإحنا على مشارف عهد جديد؟ بالتأكيد لن يتسع الوقت لكل الإصلاحات اللي ممكن نذكرها، لكن خلينا نتكلم على إن إحنا عندنا مسارين دايما، عندنا مسار طويل الأجل، مسار طويل الأجل ده بنحاول إن إحنا نركز فيه على الإصلاحات الهيكلية، وبنحاول نركز فيه على الإصلاح في الاقتصاد الحقيقي، الاقتصاد العيني، أزود الإنتاج، أحسن الإنتاجية، أحل أزمات طاقة، أحل أزمات أو نقص طاقة، أحل أزمات متعلقة بالتراخيص، بحقوق الدفاع، بخلافه، عشان أحسن الاستثمار ومناخ الاستثمار وخلافه. دي بتاخد وقت شوية، لكنها لازم تبقى بادئة معانا وشغالة معانا بوتيرة سريعة. ومنها على فكرة جزء من هذا الإصلاح تخرج الحكومي، لأن التخرج مش فايدته فقط الحصيلة اللي بتيجي منه، بالعكس أنا شايف الميزة الأكبر هو تحسين فرص إدارة هذه الممتلكات وتحسين إنتاجيتها وتحسين الإيراد سواء للدولة أو للمجتمع. صحيح. لكن في القصير الأجل دايما بنركز على الأمور المتفجرة، تضخم يجب كف سريع، أزمة ازدواج سعر الصرف أو وجود سعرين للصرف يجب أن أسيطر عليها بسرعة، عندي مشكلة ديون والتزامات يجب أن أتعامل معها بمسارين، أيضا مسار له علاقة بسداد ما هو قائم، ومسار له علاقة بهيكلة الجزء الأكبر من الديون قصيرة المتوسطة الأجل، وده نقدر نعمله بشكل تفاوضي ومحتاج قدرات ومهارات خاصة في التعامل معها. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مدحت نافع، طبعا الخبير الاقتصادي.